مرحبا بكم. بعض الناس يكرهون العمل، في حين أن آخرين يحبون عملهم لدرجة تجعلهم ينجزونه بقدر عال من الإتقان. وفي هذه الحلقة سنعرض لكم أفضل العمال الذين ينجزون عملهم بطريقة رائعة. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ هكذا يتم صنع الأسوار الحديدية. درجة حرارة الحديد المنصهر تصل إلى 950 درجة مئوية. تبدو الكلمات التي نراها على الرصيف وكأنها تمت كتابتها بواسطة أجهزة خاصة، لكن ذلك غير صحيح. وجد هذا العامل طريقة سهلة ورائعة لترتيب أحجار البناء. أما هذا العامل فوجد طريقة سريعة لترتيب أحجار الرصيف. يقوم هذا الرجل بتفريغ أطنان من الإسمنت من سفينة الشحن بمفرده. يؤدي هذا الرجل عمله بطريقة تجعله يبدو سهلا رغم صعوبته. يغطي هذا الشاب أرضية الملعب ببراعة. تعمل هذه الفتاة مثل الآلة. يتمتع سائق آلة الحفر بنفس الدقة التي يتمتع بها الطبيب الجراح. لابد أن هذا الرجل قد عمل لفترة طويلة في مجال تنظيف الزجاج. نقل الأنابيب إلى آلة الرفع لم يعد عملا صعبا. إنه أكثر جدار متناسق قد ترونه في حياتكم. وهنا لدينا جدار آخر تم بناؤه بإتقان. يمكن لهذه الفتاة صنع عشرات القطع من الحلوى بواسطة هذه الآلة البسيطة. من المستحيل أن تسقط هذه الفتاة الزجاجة من يدها. أصبحت مقاعد الملعب جديدة بعد تسخينها. نجح هذا العامل في تخليص السائقين من المياه المتراكمة وسط الطريق. حطم هذا العامل الصخرة بذكائه وليس بقوته. هذه الفتاة خبيرة في التعامل مع النحل لدرجة أنها قادرة على حمل النحل بيديها العاريتين. إنها أفضل طريقة لتقطيع البطيخ الأحمر. يمكن لهذه الفتاة أن تضفي لمسة رائعة على أي سيارة. هذا الرجل قوي لدرجة أن بإمكانه رمي تلك الصناديق إلى ارتفاع مترين. هذا ما يسمى بالعمل الجماعي، لكن خطأ واحدا سيكلف الكثير. يبدو أن هذا الطباخ هو مقاتل نينجا.
يحتاج هذا العامل لتسع ثوان فقط لتغليف الصندوق بالكامل. تصل درجة حرارة هذه القضبان الفولاذية إلى 1000 درجة مئوية، ومع ذلك فإن الرجل يتعامل معها بسهولة تامة. هكذا يتم تنظيف الطرق في الصين، ذلك أفضل من المكانس التقليدية. قام هذا الرجل بتقطع الألومنيوم بإتقان بواسطة مقص فقط. تحميل الشاحنة أحجار البناء ليس صعبا بالنسبة لهذا الرجل. يمكن إخفاء تلك الثقوب بحركة واحدة. وجد هذا العامل طريقة مبتكرة لصنع القضبان الزجاجية. هذه الفتاة أسرع من آلة عد النقود، وهنا يمكنكم رؤية ما تفعله ببطء. تقليم الأشجار يبدو سهلا عند رؤية ما يفعله هذا الرجل. رغوة البوليوريثان ليست من المواد التي يسهل التعامل معها، لكن هذا العامل يجعل الأمر يبدو سهلا. هكذا يتم إصلاح الصدوع المتواجدة على الطريق. يقطع العامل الزجاج وكأنه يقطع الورق. أسقط العامل كل قطرات الندى العالقة على السقف بواسطة حجر صغير. يقوم العامل بطلاء هذا الجدار باحترافية تامة. حتى الفتيات يمكنهن القيام بأشغال البناء بإتقان. كان المسبح قذرا للغاية. وهكذا بدأ بعد تنظيفه. نجح العمال في تسوية الأرضية بأدوات بسيطة. تلميع مصابيح السيارات لم يعد صعبا. من الواضح أن هذه الفتاة سائقة محترفة. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.